يا ليلة السابع يا ليلة السابع صفار آهش عظوم هالليلة يبكي الحسين على الحسن وزينب بعد تبكي له خلونا نتصور ألم وبدمعة السجابة بالآه صاحت بت علي آي الحسن ومصاب كم باب عاشت قصته أم وأبوها وبابه وقفت على باب الحسن ونتها حيل ثقيلة يا ليلة السابع صفار آهش عظوم هالليلة يبكي الحسين على الحسن وزينب بعد تبكي أول باب الطهور هالباب بيها شسوى كل ثقل الباب اندفع طق الضلع بالقوة من نار شب أو حطب تشف البتولة تشاوى بعتاب هالباب الطفل برفسه وقع شيشيل صاحت على بابي الوصيم من وين هذا المحمول والفاجعة باب الحسن طاحت على طول بطول صدت إلى ذاك الطشيت راح الحسن خويا تقول جعد العين سمته وضاعت جميع العيلة يا ليلة السابع صفار آهش عظم هالليلة يبكي الحسين على الحسن وزينب بعد تبكي عادت اليموت تجهز الناس وأهلا وأخوانا كبد الحسن متقطعة وجنازته من هان ميت يا خلق الله اش عمل حتى تهين فلانا اقبال اهله واخوته 70 نبلة جيل اقبال اهله واخوته 70 نبلة جيل بكسرة قلوب لن اخوته وقفت يا ويل بدهشه
الأرض البضيع الأرض البقيع بكي الألام رد تابوته نعشا وش حال من حط بقبور لحسين خد يفرشان هو الذي لف بجفان هو الذي لف بجفان وبيده جرى تغسيل صحب سمومه المجتبى من الكبد متقطعة لكن كريم من قطع لا من نقاطع أصبعه لا صك وجبينا بحجار ومن ظهر قاض بيطلعه لا ظل رمي بما صرع يدوس عدو بخيله بعد لا راحت عيال سبي لا طبته بديوان لا جروا حريمة بحبل لا ذبحا وعند رضعان لا كو يزيد ولا عصا ولا تكسرت من أسنان لا رأس مقطوع بطشت ماتت عليه الطفلة يا ليلة السابع صفار آهش عظم هالليلة يا ليلة السابع صفار آهش عظم هالليلة يبكي الحسين على الحسن وزينب بعد تبكي يبكي الحسين على الحسن وزينب بعد تبكي